للأسف الشديد الناس حولت الدين إلى دمار، صارت أعلى نسبة سكر وخمرة ومخدرات في كريسمس، أعلى نسبة مخالفات في كريسمس، أعلى نسبة إجهاض بعد كريسمس، أعلى نسبة زنا في كريسمس، أعلى نسبة خيانات زوجية في كريسمس، أعلى نسبة انتحار في شمال أمريكا كريسمس، أعلى نسبة آلام. غيروا الدين إلى دمار، لأن قلة من يستمتع بكريسمس ويتهنى فيه ويأخذ كعبادة، والكثير حولوا إلى سكر وعربدة ومخدرات وحوادث، والواحد سكران drinking and driving، وحولوا إلى مصائب وآلام. ليه؟ لذلك أنا سميت كريسمس للأسف الشديد كيرس. أنا مس للي يسوق وهو سكران، للي يعمل مصايب وهو ببعد شديد عن ما يسمى عبادة أو فرحة أو احتفال. على كل حال الله يهديهم.